هو طارق العريان من اعظم المخرجين على الساحه في مصر، يمكن في الوطن العربي. فكرتش في ناس طبعا، في ناس طبعا تانية. لا طبعا طارق، طارق من من, من الصف يعني. الاول طبعا. يعني هو يعني في 3 4 5 اسامي كده. وهادي البجوري لا في مجال السينما، انا خليني اكلمك عن التمثيل. اوكي، ان انت معاك مخرج سينما بالشكل ده، هو منتجك وانت فوتوجينيك ومؤمن بيك، ليه ما فكرتش تمثل؟ بص، هو موضوع التمثيل ده بتكلم فيه مش عارف ليه كتير قوي، بس برضو الناس مش قادرة تفهمه. فكرة ايه؟ ان انا ما بعرفش اعمل كل حاجة، يعني ما بعرفش امثل. انا يعني ما فهمش في التمثيل، مش ما اعرفش يعني. طب يعني ما ليه، ليه ما فكرتش تجرب؟ انا ما يعني مش مهتم يعني بالموضوع. مش حاسس ان هو بيوصل للناس؟ ما لا لا لا, لا خالص، بالعكس ده تمثيل، ده شهرته اكتر، ده انا هتشهر اكتر لما ابقى ممثل طبعا. يعني يعني محمد رمضان مثلا لما عمل حفلات الفتره اللي فاتت دي، هو الناس بتجيله من وجهه نظري طبعا، عشان هو ممثل، عشان هو ممثل ناجح جدا. هو ما بيتعملش مطرب او بيسلطنك او بيعمل اغاني جامد. لا لا طبعا، هو عشان في جمهور، يعني عشان في جمهور في ال. طب الفكره اتعرضت عليك وانت رفضت؟ كتير قوي يا احمد، يعني انا بيتعرض عليا كل 3 ايام فيلم. حلو والله العظيم، لو وريتك الواتساب او التليفونات هتشوف. ودي حاجه بتبسطني ان انا يعني محقق حاجه ناجحه. رافض ليه بقى؟ يعني حط لي بقى كلمه. عشان هم بيعملوا ايه؟ بيجي يقول لك قصه مطرب صاعد. لا لا، بيعمل حاجات الديفولت بتاعت السينما. هنجيب لك فنانه جميله زي الفل، جميله جدا فيها ونجمه كبيره، بس القصه ما فيهاش حاجه، يعني الحاجات ما فيهاش حاجة تفيدك. يعني انا لما هعمل سينما احمد، هعمل سينما عشان تفيدني ولا عشان ايه؟ تفيدك طبعا. مش عشان استفاد انا طبعا، ولا استفاد فلوس بس. طب ليه ما فكرتش تقعد على ورق؟ يعني لو انت خلاص انفورم سكراتش. ما انا مفهمش انا بقى في الحته ان انا اقعد على ورق دي. انا افهم ان القصه عامله ازاي. اقعد كده ساعه ساعتين عندي كده ميتنج في البيت، احكي لي قصه الفيلم اللي انت عايز نعملها عامله ازاي، فنقعد مع بعض نحكي انا والسيناريست والمخرج والمنتج لحد ما هم مش عاوزين يعملوا حاجه بره الصندوق. انا بقول دايما خايفين يريسكو، يبقى انت اول مره تمثيل وفكره جديده. انا لسه عامل فيلم ميوزيكال، الحاجه ليها علاقه بالمزيكا بالميوزك، وده مش هيعملوه في مصر لان هم شايفين ان الافلام دي ما بتجيبش فلوس. هم من وجهه نظرهم كمنتجين، هو عايز يجيبك يخليك تقعد تحب في واحده وهي تحب فيك، وتغني اغنيتين حلوين ونعمل لك صوره جامده وشكرا. هو ده الفيلم. غلط، مفيش حاجه، ما كله عمل كده، بس هو ايه المين بتاعه. طب كان ايه احساسك بقى كده؟ خلينا المدام جبنا محمد رمضان، كان ايه احساسك كده انت معتاد كل سنه تعمل حفله في الساحل الشمالي يبقى فيها عدد كبير؟ السنه دي كانت الحفله ما شاء الله فيها حضور كبير جدا، ويمكن تصورت فيها كليب كمان، صح كده؟ في الحفله صورت فيها كليب. ايه خدت منها؟ خدت منها شوطات. انا بصور كل الحفلات. انا قصدي خدت منها شوطات ونزلت حتى على السوشيال ميديا. ما شاء الله عدد رهيب. كان ايه احساسك وانت بتغني بقى وطرب كده، ومحمد رمضان دخل يعمل مهرجان او مهرجانات يعني، وكان عنده تقريبا نفس العدد؟ او يعني الموضوع ما بقاش يقاس بالموهبه، ولا هو انت؟ لا، هو الناس، في ناس بتسمع يعني، ده يقول لك ان الناس بقت بتسمع كل حاجه.